أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لآلئ ثمينة علشان نكمل موضوع الهوية. الحقيقة الرب شغلني بالموضوع ده لأنه موضوع أساسي جدا في حياة كل واحد فينا. لو أنت مش عارف أنت مين وليه مخلوق على الأرض وإيه الهدف من حياتك، هدف ده طول عمرك مش عارف إيه اللي أنت عايش له، ولو مفيش في حياتك هدف حقيقي تعيش له تبقى حياتك ملهاش أي معنى ولا أي هدف ولا أي طعم. عشان كده الرب جاي في الأيام الأخيرة دي يوضح لكل واحد فينا، لكنيسته، لشعبه، إن هو خلقك لدعوة عظيمة جدا، إنك ليك هوية خاصة جدا أنت مخلوق بيها، وربنا عايز يستردك بعد كل اللي حصل من السقوط، من المشاعر السلبية اللي تربينا عليها، اللي دخلت الأكاذيب اللي بيكذبها إبليس علينا، ويصور حياتنا بطريقة مختلفة عشان نفشل وما نعملش أي حاجة في حياتنا تمجد ربنا. الرب جاي النهاردة في فترة يمكن كلنا عارفين إن إحنا بقينا في الزمان الأخير، ورب نفسه إن كنيسته تكون فعلا كنيسة منتصرة، كنيسة غالبة، مرهبة كجيش بألوية. لكن لو كل واحد فينا معرفش هو أصلا مين وإيه دعوة الله على حياته وانت مين في المسيح يسوع والمسيح مين فيك بالظبط، الكتاب يقول ان المسيح فيكم رجاء المجد. دي الدعوة اللي ربنا عايز النهاردة يعني يقظنا ليها، وان قبل ما تعمل اي حاجة ربنا تكون انت نفسك، كيانك، هويتك مصححة وصحيحة وكاملة ومشفية قدام ربنا. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الهوية الأصلية اللي ربنا خلقنا عليها، واتكلمنا في الهوية بعد السقوط. النهاردة أحب أكمل معاكم الأفكار المغلوطة اللي والمشاعر السلبية والهوية اللي سلبها إبليس مننا عشان نقدر نستردها. الكتاب بيقول إن السارق إن وجد يرد 7 أضعاف، والشيطان اللي سرق حياتك وسرق عمرك وسرق سنينك فأكاذيب وأفكار مغلوطة عن نفسك، النهاردة الرب جاي يكشف بروح القدس ويولع النور قدام عينيك وقدام قلبك وقدام روحك عشان تعرف قد إيه أنت غالي فعلا الرب وإنت مين فيه. النهاردة هنكمل حلقتنا عن الهوية بعد السقوط. شفنا ازاي الخطية دخلت مشاعر سلبية بعد آدم ما سقط، الشعور بالخوف، عدم الأمان، لما آدم قال للرب سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. شفنا العري والخزي والعار. شفنا قايين ازاي قال للرب أنا هارب وذنبي أعظم أن يحتمل وإن كل من يجدني يقتلني. شفنا ازاي إن التوهان وفقدان الهدف في الحياة والشعور بالذنب العظيم. شفنا كمان موسى ازاي كان عنده صغر نفس، ازاي كان مش واثق ان ربنا ممكن يستخدمه في اي حاجة، انه هو غير مؤثر، انه هو ما ينفعش، مش عايز يتحمل مسؤولية. شفنا ازاي ابراهيم حاسس انه ماضي عقيم وغير مثمر. النهاردة هنكمل عن المشاعر دي. واحدة زي نعمي اللي الرب كان باركها هي وجوزها، عندها ولدين، لكن لما حصل جوع راحت لتتغرب في بلاد مؤاب، ولما مرت بظروف حياة صعبة وجوزها مات وأولادها الاتنين ماتوا، ترجع تقول للناس اللي في بلدها إيه؟ ما تدعونيش نعمي لكن ادعوني مرة لأن القدير أمرني. الشعور بالمرارة، الشعور بالندم، الشعور بالانكسار، الشعور إنك أنت خلاص حياتك اتملت مرارة وعدم غفران وبقت كل حاجة مظلمة في حياتك. واحدة زي نعمي اللي كانت كل الناس مستنية وهي راجعة يقولوا هي دي نعمي، هي دي اللي كانت رايحة ممتلئة، لكن الرب رجعها تقول رحت ممتلئة ورجعت فارغة. واحد زي أشعيا، أشعيا نبي عظيم، النبي الإنجيلي اللي كتب سفر يعني لغاية النهاردة
بنقول ان ده ملخص للكتاب المقدس كله. لكن لما اشعيا يوجد في محضر الله يعرف نفسه ازاي؟ يقول ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وساكن في وسط شعب نجس الشفتين. الشعور بالنجاسة، الشعور بالخطية قدام محضر الله القدوس، واحد بيكتشف حقيقة نفسه ان هو مفهوش اي قداسة ولا اي طهارة. كتاب يقول كده: من يصعد الى جبل الرب ومن يسكن في موضع قدسه؟ النقي القلب والطاهر اليدين. لما بنيجي في محضر ربنا بنشوف حقيقتنا على فعلا قدام قداسة الله، ان احنا نجسين، ان احنا غير انقياء. لكن مع ذلك الرب ما بيسيبناش في نجاستنا. كتاب يقول انه طار واحد من السرافيم واخد جمرة من على المذبح ومس بها شفتين اشعياء وقال له: قد قفر عن اثمك وعن خطيتك. واحد زي ارميا، الرب لما قال له: قبل ما صورتك في البطن دعوتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك وجعلتك نبيا للشعوب. ارميا يقول: رب انا ما اعرفش اتكلم لاني ولد. ارميا شاف دعوه الله العظيمه لحياته ان يكون نبي لشعوب وامم، ليقلع ويهدم ويهلك ويغرس ويبني. يا رب اذا كلام كبير قوي، دي دعوه عظيمه قوي. لا لا لا، انا مش كل ده، انا ولد، انا حاجه صغيره قوي، حاجه قليله قوي. لكن الرب يقول له: لا تقل اني ولد. كل مره نيجي قدام ربنا ونقول له احنا بالطريقه دي، الهويه دي اللي اتشوهت بسبب الخطيه والسقوط، ربنا عايز يرجعنا، يقول لنا: لا، انا عندي الحل، انا اطهر شفتيك يا اشعيا، انا يا ارميا تكون رجل ما تكونش ولد، نعمي في مرارتك وفي انكسارك وفي فراغك انا هقيم ليكي نسل من كنتك اللي حبتك، وتكون رعوث، واحده من سلسله نسب الرب يسوع نفسه. ربنا إلهنا إله تعويض، يقول إنه يعوض لنا عن السنين التي أكلها الجراد. كل حطام في حياتك، كل صورة سلبية غشك بيها العدو وصورها ليك إن أنت إنسان فاشل، إن أنت عاجز، إن أنت مفيكش منك فايدة، إن أنت مقدرش تعمل حاجة، إن أنت ما عندكش إمكانيات زي غيرك، إن أنت مش زي فلان وعلان زي ما يعقوب كان عايز يكون له شخصية وميراث وبكورية عيسو. رب النهاردة جاي يقولك: ما تبصش لنفسك بالصورة اللي إبليس صورها ليك، لأن إبليس كمان بيبصلك بطريقة غير الحقيقة. إبليس كذاب وأبو الكذاب. ربنا خلقك على هوية شبه الله وصورته، علشان عنده دعوة عظيمة ليك. تعالى النهاردة قول: يا رب أنا هصدق كلامك أنت مش كلام إبليس. ما تبصش على نفسك زي ما أنت فاكر نفسك، أو زي ما الناس بتقولك عنك، ولا زي ما إبليس جيب أفكار سلبية وزرعها في حياتك. لكن تعالى النهاردة قول: يا رب أنا عايز أعرف أنا مين فيك. كمان نلاقي نعمان السورياني. نعمان رجل عظيم، رئيس جيش ملك أرام. رب عن يده ادى انتصارات غير عادية، لكن كتاب يقول عنه حاجة عجيبة قوي: جبار بأس لكن أبرص. مع كل قوته وكل مكانته وكل عظم مركزه وكل الانتصارات والإنجازات اللي حققها، لكن نعمان في نظر نفسه ونظر الناس أبرص، نجس. مهما كان إنجازاتك الخارجية، لكن قلبك إيه؟ حياتك قدام ربنا إيه؟ ربنا عمره ما بيفشلنا، وعمره ما بيعجزنا، وعمره ما بيظهر عيوبنا عشان يحطمنا، لكن ربنا دايما بيقتدنا إلى التوبة. مكتوب إن لطف الله يقتدنا إلى التوبة. كمان افتكرت سليمان. سليمان الملك العظيم، ابن داود اللي عاش إسرائيل في عصره
يعني العصر الذهبي لغاية النهاردة. اليهود بيقولوا إن العصر بتاع سليمان ده كان أحسن عصر في تاريخ مملكة إسرائيل كلها. سليمان بكل حكمته، بكل غناه، بكل قوته، بكل الإمكانيات اللي كانت عنده، لكن بعيد عن الله، من غير ما يكون الله في المشهد، يكتب إيه في الجامعة؟ يقول باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. ما تفتكرش أبدا إن مهما وصلت بعيد عن ربنا إنك تقدر تحقق حاجة، إن تقدر تكون حياتك مشبعة، إنك تقدر إنك تحس إن حياتك ليها هدف وليها معنى. محدش فينا عمره هيوصل زي سليمان، لكن إذا كان سليمان بحسب المنظور البشري هو أعظم إنسان وأحكم إنسان على وجه التاريخ، إنه ما كانش فيه أعظم من حكمة سليمان، لكن الرب يقول عن نفسه كده هو ذا أعظم من سليمان. ها هنا عندنا اللي أعظم من سليمان، عندنا اللي أحكم من سليمان، عندنا حكمة الله الظاهر في الجسد، شخص الرب يسوع نفسه اللي يقول عن نفسه أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. خلي بالك إنك من غير ربنا حتى لو كان عندك أعظم الإمكانيات وأعظم المواهب وأعظم الموارد، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. لكن الرب النهاردة جاي يقولك أنا هلديلك هويتك الحقيقية، اللي أنا يوم لما فكرت فيك من قبل تأسيس العالم وكنت عارفك باسمك، أنت مش صدفة، أنت مش مجرد واحد مخلوق عشوائي في الدنيا. حتى لو كنت جاي من مصدر غير شرعي، حتى لو كان أبوك مش اللي أنت تعرفه، أو أمك جابتك في علاقة غلط، أو الناس رفضتك لأنك ملكش مكان في المجتمع اللي أنت فيه، ربنا بيقولك أنا بحبك، ربنا بيقولك أنت مدعو مني أنا شخصيا، الله بيدعوك بصفة شخصية لأنه عنده هوية عظيمة لحياتك. ما تقسش نفسك على بقية الناس، ما تقسش نفسك زي المجتمع بيحكم عليك، ولا التقاليد والعادات اللي بترفضك وبتحسسك بالرفض والإنكار، وإن أنت ملكش وجود وملكش امتيازات وملكش أي فايدة في وسط الناس اللي حواليك. ربنا بيخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وربنا اللي حتى لو كنت أنت مريت بظروف صعبة في حياتك، النهاردة ربنا ممكن يفتح معاك صفحة جديدة ويعوضك عن كل السنين اللي كلها الجراد. ربنا النهاردة جاي يقولك أنا عندي هوية فريدة ومميزة ليك، وعندي دعوة لحياتك، أنت مدعو تعيش حياة ممتلئة منتصرة فرحة غالبة ومشبعة. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.karmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. شفنا إزاي إن السقوط اتسبب في مشاعر سلبية، شعور بالخزي والعار، الرفض، المرارة، صغر النفس، عدم الثقة بالنفس، عدم المسؤولية، عدم الإثمار. كل الحاجات دي شعور سلبي ابتدى يتغلغل في شخصية الإنسان. والكتاب في سفر الأمثال وعدد صحاح 23 وعدد 7 بيقول لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. كل شعور أنت بتحس بيه وانت بتحس بيه بيشكل حاجة جواكي. لو دايما حاسس ان انت قليل، ان انت ما تستاهلش،
ان انت مش ممكن تكون توصل لأي حاجة ذات قيمة. سمعت ناس كتير تتكلم عليك انت عمرك ما هتكون حاجة، عمرك ما هتوصل، عمرك ما هتفلح، انت دايما تفضلي كده المتعوس متعوس، ودايما حاجات سلبية في حياتنا بنسمعها بتتقلنا بنعيش فيها، والمشاعر دي بتشكل فينا هوية مغلوطة وهوية ساقطة، مش ده اللي رب ادهولنا. لكن أهم حاجة كمان في السقوط حصلت، إن إبليس اللي كان مفروض إن يكون أقل مننا، لأن إحنا أولاد الله، إحنا أبناء الله، إحنا اللي كنا بنتسلط على الأرض، الأرض دي كانت المملكة بتاعة الإنسان اللي ربنا وكله عليها. لكن شفنا إزاي إن لما الإنسان صدق كذبة إبليس، لما إبليس جه قال لآدم وحواء، قال حواء لا لا لا، أنت فاكرة أنه لما أنت تاكلي من الشجرة دي أنت هتكوني وهتكونان زي الله عارفين الخير والشر. وحواء صدقت وأكلت من الشجرة، كتاب يقول وأعطت رجلها أيضا فأكل. ساعتها إبليس أخذ السلطان من الإنسان على الأرض، لأن لما الإنسان سمع كلام إبليس وقع تحت سلطان إبليس. كتاب يقول عن إبليس إنه رئيس هذا العالم، رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. خلي بالك إن السقوط كان له عواقب وخيمة جدا، ولو أنت عايش النهاردة بهويتك اللي بعد السقوط فقط من غير ما تيجي عند شخص الرب يسوع، عند الصليب، عند الطريق المكتوب عنه إنه طريق كرسه لنا حديثا بالحجاب أي جسده، الرب يسوع على الصليب فتح لنا سكة هايواي دغري إلى عرش الله، علاقة حقيقية مع الله. الرب يسوع لما أسلم الروح على الصليب، الكتاب يقول انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، وانفتح قدس الأقداس، والرب بقى مرحب بالإنسان، ما بقاش في فاصل ولا حجاب ولا مانع يمنع الإنسان أنه يتقدم بثقة إلى الله. علشان كده الرب يسوع عمله على الصليب هي الحاجة الوحيدة اللي ترجعنا تاني لهويتنا الأصلية، لهويتنا اللي فيها إن الله يسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. اسأل نفسك النهاردة أنت بتعيش بأني هوية؟ اسأل نفسك النهاردة إبليس بيتحكم في حياتك، بيتحكم في مشاعرك، في غرائزك، في رغباتك، في أحلامك، في وقتك، في فلوسك، في أولادك، في كل حاجة أنت بتدور بيها، ولا الرب هو اللي بيتحكم في حياتك وفي أولوياتك؟ مهم قوي إنك تعرف إنك من غير الرب هتعيش طول عمرك في هوية مغلوطة مشوهة إبليس بيسكد عليك فيها وبيملي رغباته عليك والأجندة بتاعته في حياتك. كتاب يقول عن إبليس إنه هو قتال للناس منذ البدء، كل واحد بيقتل، كل واحد بيكره، كل واحد بيحقد وبيشتهي مال غيره، مال قريبه، هو من إبليس. كل واحد عنده غيرة وتحزب وخصام وزارع خصومات، كل واحد بيتصرف بالطبيعة الساقطة والهوية الساقطة اللي ورثناها عن آدم، إنسان يقول عنه كده ما بيع تحت الخطية. إبليس باعك، عارف يعني أنت بالنسبة له أرخص من أي حاجة. إبليس عارف مكانة الإنسان عند الله، وإبليس عارف قيمة الإنسان عند الله، وعايز يسرق منك الهوية دي ويسرق منك القيمة الحقيقية اللي ربنا خلقك عليها. عشان كده دايما بيكذب عليك. كتاب يقول عن إبليس إنه الكذاب وأبو الكذاب،
كل كذب، كل نفاق، كل عدم أمانة، كل إخفاء للحق هو ثمر لأعمال إبليس اللي عايز يخضع العالم كله لو أمكن تحت سلطته وجبروته وعبوديته. لأن الكتاب بيقول من يفعل الخطية هو عبد للخطية، وإبليس سيد قاسي عايز يستعبد البشر ويقهرهم في ذله وعبودية قاسية، زي بالظبط فرعون لما كان بيعمل في الشعب في القديم وهم في مصر، ذلهم بعبودية قاسية. كل عبودية في حياتك مصدرها إبليس، لكن الرب يقول إيه؟ تعرفون الحق والحق يحرركم. الحق هو شخص الرب يسوع نفسه اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. عايز توصل لربنا، عايز توصل للإله الحقيقي الوحيد، هو في شخص المسيح نفسه. ما تدورش بعيد وما تدورش في أي سكة تانية، لأن ما فيش غير طريق واحد وسكة واحدة من خلال الصليب. هو ده الطريق الحديث اللي الرب كرسه بالحجاب أي جسده. لما الرب اتصلب على الصليب واتشق يعني جنبه وأسلم الروح واتقبل ذبيحة الرب يسوع كالذبيح العظيم، حمل الله اللي رفع خطية العالم. هذه السكة الوحيدة اللي تقدر توصل بيها لله. لو عايز تعبد الله الحقيقي مش الله المزيف، لأن خلي بالك في حاجة هنا في أمريكا اسمها identity theft، يعني اختلاس الهوية، سرقة الهوية. عارف مين أول واحد عمل identity theft؟ سرق وعايز ينتحل شخصية ما هيش بتاعته، هو إبليس. هو الشخص الوحيد اللي عايز يعبد، اللي عايز يكون زي الله، اللي عايز الناس تعبده، الناس تقدم له ولاء وطاعة وتكون خاضعة ليه. خلي بالك قوي ان مفيش غير إله واحد الله. كتاب قال كده، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك. مفيش أي إله تاني. كل إله تاني غير الله الحي الحقيقي هو إبليس، بغض النظر عن مسمياته. ممكن إبليس يتنكر في أشكال كتيرة، مسميات كتيرة، عقائد كتيرة، أديان كتيرة، لأنه بيعمل إيه؟ بيتخفى. عارف لما يكون في حفلة تنكرية الناس بتلبس كوستيومز، بتلبس لبس، اللي يلبس مثلا لبس ساحرة، واللي يلبس لبس ضابط، واللي يلبس لبس ملك، اهي كلها أقنعة، كلها زي، لكن من جوه هو هو نفس الإنسان. الكتاب بيقول إن إبليس ممكن يغير شكله إلى شبه ملاك نور، يلبس زي ويتخفى فيه عشان يخدعك ويخدعك. النهاردة لو أنت ما بتعرفش الله الحي الحقيقي اللي قال عن نفسه أهيا الذي أهيا، الإله الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، لو أنت النهاردة ما تعرفش الله ده، أنا بقولك بمنتهى الأمانة أنت بتعبد إبليس بس في زي متخفي. حتى لو اللي أنت شايفه قدام عينيك عامل زي ملاك نور، عامل زي دين كويس، عامل زي معتقد كويس، عامل زي أعمال خير، دين سلمي، دين بيحث على الأعمال الحسنة، يعني بغض النظر عن الدين ده اسمه إيه، بغض النظر عن المعتقد ده إيه، لكن الرب جاي النهاردة يكشف الحقيقة، وجاي يكشف القناع عن إبليس، كل قناع مزيف لبسه إبليس علشان يخلي الناس تعبده ويفقد الإنسان الهوية الأصلية اللي ربنا ادهالك. النهاردة اعرف إن الرب جاي بحقه ينور قلبك وينور عينيك عشان ترجع من الظلمة
إلى نور العجيب، ترجع من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته، وتسترد الهوية الأصلية والمكانة السامية والدعوة المجيدة اللي ربنا دعيك ليها. النهاردة جاي بفكرك إن إبليس سارق ولص، والكتاب يقول عن السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. كل سرقة، كل ذبح، كل إهلاك، كل قتل، كل كراهية، كل كذب، كل دمار مصدر واحد، إبليس. حتى لو كنت فاكر نفسك زي الفريسيين اللي قال الرب يسوع احنا لينا أب هو إبراهيم، قال لهم لا 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 انتوا فاهمين غلط، لو كان أبوكم إبراهيم لكنتم تعملوا أعمال إبراهيم، لكن أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تفعلوا. بص النهاردة على ثمر حياتك، على ثمر معتقداتك، واعرف ان انت ممكن تكون بتعبد ابليس المختلس هوية ما هوش بتاعته. هنكمل حلقتنا الجاية عن الهوية، لكن بفكرك ان انت ليك دعوة عليا وان ربنا شايف فيك لؤلؤة ثمينة. الى اللقاء.